فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وهذا الحديث يمشي على هذا الأصل، إن آل فلان يعني ناسا من قرابته صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ليسوا لي بأولياء، أي لا توالي بيني وبينهم ولا موالاة بيني وبينهم ما داموا على الكفر، وإن كانوا أقارب. ولكن في آخر الحديث قال إن لهم رحما أبلها ببلالها، معناه أنه يجوز صلة القريب الكافر بالمال، صلته بالمال ومكافأته على إحسانه، صلته على قرابته إذا كان محتاجا، فإن هذا ليس من الموالاة. ولهذا لما جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي كافرة، الوالدة كافرة، جاءت إلى ابنتها أسماء الصحابية الجليلة تريد منها عطاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمها جاءت وهي راغبة، يعني تريد الصلة، أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. وهذا كما في قوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فدل على أن الإحسان إلى القريب الكافر بالصلة أنه ليس من الموالاة، وإنما هو حق له بموجب القرابة والرحم.